يقول حل المعادلة الآتية بالمربع الكامل. قلنا احنا مين يقول بالمربع الكامل؟ هي حدودية ثلاثية، ماكو داعي نتأكد بين هاي مربع كامل او لا، يعني ماكو داعي نطلع الحد الوسط. مباشرة نفتح قوس وفوقه شنو هو؟ وفوقه تربيع. جذر الاكس تربيع هو اكس، الحد الوسط ناخذ بس اشارته، وال144 مين جايته؟ جايته 12 في 12 فاخذ 12 وحدة. اوكي، هسه على ما اطلع قيمة الاكس واخلص من هذا التربيع ناخذ الجذر التربيعي للطرفين، راح اخذ الجذر التربيعي للطرفين، هنا بين اخذ الجذر التربيعي. التربيع يلغي الجذر، يصير عندي اكس زائد 12 يساوي لنا؟ يساوي لنا صفر. انا رايد قيمة الاكس احول ل 12 الطرف الثاني يصير سالب 12، اذا مجموعة الحل الاس مجموعة الحل هي سالب 12، هاي هي مجموعة الحل. اوكي، نتحول سؤال 14، هم يقول حدودية ثلاثية حلها بالمربع الكامل. اوكي، حدودية ثلاثية، أول شيء أحللها وبعدين أحلها، أول شيء أحللها بالمربع الكامل وبعدين أوجد مجموعة الحل. فنفتح قوس وفوقه تربيع. جذر الواي تربيع هو واي، إشارة الحد الوسط سالبة، وجذر المية هو 10، لأن المية جايتني 10 في 10، شو يساوي لنا؟ صفر. ناخذ الجذر التربيعي للطرفين، التربيع يلغي الجذر، يصير عندي واي ناقص 10 شو يساوي لنا؟ يساوي لنا صفر. احل 10 للطرف الثاني حتى اطلع قيمه واي، فالسالب شو يصير؟ يصير موجب 10، اذا مجموعه الحل هي 10، اذا الاس مجموعه الحل 10. اوكي، سؤال 15 نفس الحاله، همين افتح قوس وفوقه تربيع، ليش استاذ؟ لان هو قال لي حله بالمربع الكامل. زين استاذ ليش ما نتاكد منها مربع كامل ام لا؟ ماكو داعي، لان هو قال لك بالمربع الكامل. اوكي، لو ما قال لي بالمربع الكامل احلها تجربه. اوكي، هسه الواي تربيع جذرها هو واي، شايف الحد الوسط ناخذ بس اشارته الحد الوسط، وجذر الثمانيه، ثمانيه ما لها جذر فوقيها تحت الجذر، اسوي هالشكل جذر ثمانيه، لان جذر ثمانيه في جذر ثمانيه ثمانيه، يعني كانه مال ثمانيه جايه من جذر ثمانيه في جذر ثمانيه، فاخذ الجذر ثمانيه وحده. اوكي، اخذ الجذر التربيعي للطرفين، فالتربيع يلغي الجذر، فهنا واي زائد جذر 8 شو يساوي لنا؟ يساوي لنا صفر. اذا الواي شو يساوي لنا؟ سالب جذر 8، لما حولت غيرت اشارته، اذا مجموعه الحل الاس هي سالب جذر 8، ها هي مجموعه الحل. اوكي، سؤال 16 نفس الحالة، هم حدودية ثلاثية قلها بالمربع الكامل، فافتح قوس وفوقه تربيع. هنا الزد تربيع جاي هنا، شنو علاقة؟ جذر السبعة، السبعة بما انه ما طلع من الجذر فبقيها جذر سبعة. شاف الحد الوسط اخذ بس الاشارة، والزد تربيع اخذ الزد. هسا قلنا على ما نتخلص من التربيع بالجذر التربيعي. اخذ الجذر التربيعي هنا والجذر التربيعي هنا. التربيع يلغي الجذر فيصير جذر سبعة ناقص زد شو يساوي لنا؟ صفر. طبعا التربيع يلغي بس هذا الجذر اللي فوق، لا تتوهم هذا الجذر، اوكي؟ التربيع يلغي الجذر. هسه انا رايد قيمه زد، فسالب زد مكانها هذا موجب جذر سبعه، يتحول يصير سالب جذر سبعه. اتخلص من هاي السالب وهاي السالب، اضرب طرفي المعادله في سالب واحد، فالسالب في السالب راح يصير موجب، وسالب واحد في جذر سبعه هو جذر سبعه. إذا مجموعة الحل جذر سبعة، إذا الأس هو جذر سبعة. وصلنا الطلاب إلى سؤال 17، هل نحل بالمربع الكامل حدودية ثلاثية؟ طبعا هنا الحدودية الثلاثية مالتي مخربطة، الحد الوسط هنا صاير والحد المطلق السي هنا صاير، فأول شيء أرتبها، فهاي الثلاثة واي تربيع هنا بمكانها، هذا رجعة 12 جذر ثلاثة واي، وهاي الموجب 36 ارجحها، طبعا يساوي صفر لان هي معادله، وهاي 36 ارجحها يساوي لنا صفر، رتبتها صار عندي حدوديه ثلاثيه، هذا هو الاي اكس تربيع، هذا البي اكس، وهذا هو السي الحد المطلق. بما نقول حلها بالمربع الكامل، قلنا ماكو داعي نتاكد بان هي مربع كامل ام لا، راسا تفتح قوس وفوقه تربيع. اوكي؟ جذر الثلاثه هو جذر ثلاثه، لان ثلاثه نطلع من جذر الى جذر، جذر الواي تربيع هو واي، الحد الوسط ناخذ اشارته. وجذر 36 6 يساوي لنا صفر. شلون نتخلص من التربيع؟ قلنا الجذر التربيعي للطرفين، التربيع يلغي الجذر، يصير جذر 3 واي ناقص 6 شو يساوي لنا؟ صفر. نحول ال 6 يصير جذر 3 واي
شو يساوي لنا؟ يساوي لنا موجب 6. نتخلص من هذا الجذر 3، فنقسم الطرفين على جذر 3 وهنا على جذر 3، فجذر 3 وجذر 3 تروح، فالواي شو يساوي لنا؟ يساوي لنا 6 على جذر 3 هي مجموعة الحل. وتقدر تتخلص من هاي الجذر 3 الموجودة في المقام، تسوي ترسيب المقام، تضرب البسط والمقام في جذر 3، يعني نضرب هنا البسط والمقام في جذر 3، تخلص من الجذر 3 الموجود بالمقام. فشي يساوي لنا جذر 3 في جذر 3 3، و6 في جذر 3 هو 6 جذر 3، وبعدين راح يصير عندك اختصار، فهاي ال 3 بها 1 وهاي ال 6 بها 2، اذا الواي يساوي 2 جذر 3. اذا مجموعه الحل الاس هي 2 جذر 3. اوكي، اكو بعض المدرسين شي يسوي؟ مو يرتبها، يطلع عامل مشترك، كل هني قبلنا القسمة على 3، فيطلع عامل مشترك ويحلها يطلع نفس مجموعة الحل. يعني إذا أرجع أمسحها وأطلع عامل مشترك، تقدر تطلع أول شيء عامل مشترك وبعدين تحلها مربع كامل، فالعامل المشترك هو 3. هنا شو يبقى عندي؟ يبقى عندي بس الواي تربيع. ال 12 من جاي؟ جات 3 في 4، راحت ال 3، تبقى 4 جذر 3 واي، وال 36 لما آخذ منها 3 تبقى 12. يساوي لنا 0، لأن 3 في 12 36. هسه شلون نخلص من هاي الثلاثة؟ نقسم الطرفين على 3 حتى تخلص من عندها هاي الثلاثة، لازم فنقسم الطرفين على 3، فالثلاثة تروح ويا 3، فشو يبقى هنا عندي؟ يبقى عندي واي تربيع ناقص 4 جذر 3 واي زائد 12 يساوي لنا، وصفر على أي مقدار؟ 0، 0 على 3 0. هسه هم صارت حدودية 3 حلها مربع كامل، نفتح قوس وفوقه تربيع، يعني نفس الشيء تقريبا. جذر الواي تربيع هو واي، اشاره الحد الوسط سالبه. جذر ال 12 شنو هو؟ 12 بتطلع لنا جذر، فنخليها جذر 12. شلون نتخلص من التربيع؟ نسوي جذر التربيع لمن؟ للطرفين، اوكي؟ فالتربيع يلغي الجذر، فيبقى عندي واي ناقص جذر 12 يساوي لنا جذر الصفر شنو هو؟ صفر. انا رايد الواي احول الجذر 12 للطرف الثاني هي سالب، تصير موجب جذر 12، وانتم تعرفون جذر 12 هي من جايتني؟ جايتني 4 في 3 فهي 2 جذر 3، يعني الواي يساوي لنا 2 جذر 3، نفس مجموعة الحل. فانت تريد تحلها مباشرة بدون ما تطلع عامل مشترك، ترى تريد تطلع عامل مشترك وتحلها هالشكل، اذا هي نفس مجموعة الحل. تعرفون انتم ال 12 شلون صار 2 جذر 3؟ تذكرون بداية الفصل الأول، على 2 بها 6 وعلى 2 بها 3 وعلى 3 بها 1، وبما انه الجذر تربيعي فذن الرقمين ينطرقهم والثلاثة تكون تحت الجذر فهي 2 جذر 3، اذا مجموعة الحل هي 2 جذر 3. اوكي، تريد تطلع عامل مشترك، وانا افضل تحلها بالطريقة الاولى، تطلع عامل مشترك حتى ما تتخربط. اوكي، نتحول للسؤال 18. يقول حل المعادلات الاتية هميا بالمربع الكامل، قد ما اكو رأسا بالمباشرة افتح قوس وفوقه تربيع ولا ادوخ نفسي. اوكي، جذر 9 هو 3، جذر الزد تربيع هو زد، الحد الوسط اخذ بس اشارته، وهنا يصير عندي جذر 25 5 وجذر 9 3. شلون نخلص من التربيع؟ اخذ الجذر التربيعي للطرفين. اوكي، فالتربيع يلغي الجذر، يصير عندي 3 زد ناقص 5 على 3 شو يساوي لي؟ جذر 0 0. اتخلص من هاي السالب 5 على 3 حول الطرف الثاني، فالثلاثة زدت في مكانها، هاي ال 5 على 3 نحول تصير موجب 5 على 3. اوكي، هسه اما اتخلص طبعا من هاي الثلاثة فنقسم الطرفين على 3، او اتخلص من هاي الثلاثة الموجودة بالمقام، اول شيء اسويها معادلة عدلة بدون كسر، فاضرب الطرفين في 3، هنا في 3 وهنا في 3، ف 3 في 3 زدت يصير 9 زد، وهنا هاي مقامها واحد، فالثلاثة تروح ويا ثلاثة يبقى عندي شنو؟ فقط الخمسة. هسه أنا رايد شنو هو؟ رايد الزد، فنقسم الطرفين على معامل الزد اللي هو شنو هو؟ التسعة، فالتسعة تروح ويا التسعة، فالزد تساوي لنا 5 على 9، إذا مجموعة الحل الأس هو 5 على 9، أوكي؟ طلابنا مجموعة جديدة من التمارين نحلها بالمربع الكامل وليس العفو بإكمال المربع وليس المربع الكامل. سؤال 19، طبعا قلت لكم ان عندنا خطوات،
الخطوة الأولى طبعاً هي حدودية ثلاثية سي، لازم أحوله للطرف الثاني، أوكي هذا الشرط الأول متحقق. الشرط الثاني لازم معامل واي تربيع واحد هم متحقق. نجي للشرط الثالث، هو نضيف نصف مربع معامل واي للطرفين. معامل واي جد هو 2 جذر 3 أضربه بواحد على 2 عيني وأربعة. هنا جد المقام واحد، فهاي الاثنين تروح ويا هاي الاثنين، شبق عندي بس جذر 3 وأربعة، جذر 3 في جذر 3 3، هذا هو نصف مربع معامل واي، أضيفه للطرف الأيمن وأضيفه للطرف الأيسر، أوكي؟ فهاي الواي تربيع زائد 2 جذر 3 واي، إيش أضيف لها؟ 3، وهاي الثلاثة همين أضيف لها 3، هذا هو نصف مربع معامل واي ضفته بالطرفين، أوكي؟ خلصنا من هاي الخطوة. هسه الخطوة الثانية يقول بين هذا هو مربع كامل، هاي حدودية ثلاثية مربع كامل، فقلنا نفتح قوس وفوقه شنو هو؟ تربيع، جذر الواي تربيع واي، إشارة الحد الوسط، جذر الثلاثة، الثلاثة ما تطلع من الجذر فنبقيها تحت الجذر، والطرف الأيمن صفيفة، ثلاثة زائد ثلاثة ستة. هسه الخطوة اللي وراها آخذ الجذر التربيع للطرفين حتى تخلص من هاي التربيع، أوكي؟ فناخذ الجذر التربيع هنا والجذر التربيع هنا. فالتربيع يلغي الجذر، شو صار عندي؟ صار عندي واي زائد جذر 3 يساوي لنا زائد ناقص جذر 6، 6 ما تطلع من الجذر، فنطيها زائد ناقص جذر 6 تبقى بمكانها. هسه أحول هاي الجذر 3 للطرف الثاني، فأقول الواي تساوي لنا زائد ناقص جذر 6 بمكانها. هاي تتحول تصير سالب جذر 3. هسه أما أو هاي ما أقدر أصفيها، لا أقدر أجمعها ولا أقدر أعيش، لأنه جذور مختلفة ما تنجمع ولا يصير بها طرح. أوكي هسه أما أو أما الواي تساوي إن أخذ السالب، سالب جذر 6 ناقص جذر 3، هاي القيمة الأولى للواي، أو لا القيمة الثانية أخذ الموجب، موجب جذر 6 ناقص جذر 3، فصار عندي قيمتين. فأكتب مجموعة الحل الأس، القيمة الأولى هي سالب جذر 6 ناقص جذر 3، والقيمة الثانية هي موجب جذر 6 ناقص جذر 3. هاي هي مجموعة الحل السوليوش. أوكي نتحول سؤال 19، سؤال عفوا 20، سؤال 20 كل الخطوات الخمسة راح نطبقها عليه. أولاً السي هنا راح أحول للطرف الثاني، يعني الأربعة، يعني الأربعة زد تربيع مكانها، أوكي؟ ناقص 12 زد ومكانها، وصلت لل 27، هي سالب تصير موجب 27، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أضاوع الزد بمعامل الزد تربيع، لازم معامله واحد، شلون أخليه يصير واحد؟ نقسم كل الأطراف على المعامل مالته، هنا على 4، وهنا على 4، وهنا على 4. فهاي الأربعة وين الأربعة تختصر؟ يبقى عندي فقط الزد تربيع ناقص 12 تقسيم 4 3 زد، شو يساوي لنا؟ 27 على 4، هاي ما تتقسم، أوكي؟ هسه نضيف نصف مربع معامل زد للطرفين، ايش قد هو معامل زد؟ معامل زد هو 3، نضربه بايش؟ بواحد على 2 و4، طبعا اخذه بدون الاشاره، قلنا ناخذ المعامل بدون الاشاره، لان حتى لو اخذ الاشاره من يتربع تروح الاشاره، اوكي؟ فما اقدر اخذ الاشاره. هنا المقام واحد، فثلاثة في واحد 3، واحد في 2 2، اربعهن التربيع ينزل على بسط المقام، تربيع 3 هو 9 وتربيع 2 هو 4. فهاي التسعة على أربعة راح أضيفها هنا وأضيفها هنا، أضيفها للطرف الأيسر، زد تربيع ناقص 3 زد أضيف له 9 على 4، وهاي 27 على 4 هم بين أضيف لها 9 على 4، أوكي. هسا الخطوة اللي وراها هذا صار عندي مربع كامل، حدودية ثلاثية مربع كامل، أفتح قوس وفوقه تربيع، جذر الزد تربيع زد، إشارة الحد الوسط، جذر التسعة 3، جذر الأربعة 2، شو يساوي لنا؟ هذا نبسطه، يعني نصفيه، المقام الشابه فناخذ مقام واحد من عندهم، وهنا 27 زائد 9 هي 6 و3. هسه راح آخذ الجذر التربيع إلمه للطرفين، راح آخذ الجذر التربيع هنا، والجذر التربيعي هنا.
التربيع يلقى الجذر او الجذر يلقى التربيع بكيفك، يساوي لنا 3 على 2 ناخذ بس اللي بطن القوس. احنا راح نكتب زائد ناقص الجذر 36 شنو هو؟ 6. اوكي؟ طبعا قبل لا تاخذ الجذر تقدر تقول 6 و3 تختصر، يعني تقدر تختصر 36 على 4، او لا تقول يلا جذر 36 6 وجذر ال 4 شنو هو؟ 2. اوكي؟ هسه احول هاي للطرف الثاني حتى تبقى زت لوحدها، فاقول الزت تساوي لنا زائد ناقص 6 على 2 بمكانها. وهاي السالب تتحول شو تصير؟ تصير موجب 3 على 2. اوكي؟ هذا معناته بان الزت شو تساوي لنا؟ المقام هو من قاعد متوحد، فناخذ مقام العتين واحد، وهنا زائد ناقص 6 زائد 3. هسه اما او او. اما الزت تساوي لنا اخذ اول شيء القيمه السالبه، سالب 6 زائد 3. معناته الزت ايش راح تساوي لنا؟ تصير عندي سالب 3 على 2، لان انا اخذ اشاره الاكبر 6 ناقص 3 3 على 2. او ناخذ الثانيه بين الزت تساوي لنا ناخذ الموجب، يعني 6 زائد 3 على 2، ومعناته الزت ايش راح تساوي لنا؟ 9 على 2. اذا مجموعه الحل الاس، مجموعه الحل القيمه الاولى هي سالب 3 على 2، والقيمه الثانيه هي 9 على 2. ها هي مجموعه الحل. اوكي؟ اكو بعض المدرسين مثل 6 يقسمها على 2 تصير 3، بس بعدين لازم يضرب طرفي المعادله في 2 في 2 على مود يوحد المقام، بس شوي اطول، هاي افضل. اوكي؟ تحول لسؤال 21. سؤال 21 تنتبه له بانه شو هذا؟ كنا بس حدين. لا، هذا كانما الحد المطلق هو صفر ومحول للطرف الثاني. اوكي؟ فالشرط الاول متحقق. معامل اكس تربيع واحد، الشرط الثاني متحقق. الشرط الثالث نضيف نصف مربع معامل اكس للطرفين، معامل اكس ايش قد؟ 2. اضربه في 1 على 2 و4. هاي جد مقامه 1، اختصار هاي بها 1 هاي بها 1، فشق عندي 1 تربيع يعني شنو؟ 1. هذا الواحد اضيفه للطرف الايسر واضيفه للطرف الايمن. يعني اكس تربيع ناقص 2 اكس، هنا اضيف 1، وهذا الصفر همين اضيف له 1. اوكي؟ جيد. هسه هاي حدودية ثلاثية مربع كامل، قوس وفوقه تربيع. جذر الاكس تربيع اكس، اشارة الحد الوسط، جذر الواحد واحد، شو يساوي لنا؟ صفر زائد واحد واحد. هسه راح اخذ الجذر التربيعي للطرفين. التربيع يلغي الجذر، راح يصير عندي اكس ناقص واحد، شو يساوي لنا؟ جذر الواحد هو زائد ناقص واحد. هسه اخلي الاكس بمكانه، هذا زائد ناقص واحد بمكانه، احول السالب واحد يصير موجب واحد. هسه اما او اما الاكس يساوي لنا، خلينا ناخذ السالب، سالب واحد زائد واحد شو يساوي لنا؟ هذا يؤدينا بين الاكس شو يساوي لنا؟ صفر، لان الرقم قلنا غير صفر، هاي القيمه الاولى. او لا، القيمه الثانيه ناخذ موجب واحد زائد واحد، هذا يؤدي بين الاكس شو يساوي لنا؟ 2. اذا مجموعه الحل الاس القيمة الأولى هي صفر والقيمة الثانية هي 2، هاي هي مجموعة الحل.